ما شاء الله. يا رب يكون كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، يا هلا مرحبا. معاكم المتسابق ياسر بن عبد الله. تعال هنا الله يرضى عليك، تعال انت داخل غلط وواقف غلط ومعك مايك في يدك. قدم شوي الله يرضى عليك. عادي مو فيفي، باخذ راحتي. مثل يا مايك. ايه ارجع ورا. قرب شوية. ما انت بحاط بخاخ على ثوبك منزل. طيب قدم قدم. ايوه. قول قول. لا لا يلا. معاكم ياسر. لا تصدق اي احد، معك منهم. معك منهم. لف يمين شوي. معك من الوكيل. خلاص خليني اقعد. كذا شوي بس. مالك اتكلم. معاكم ياسر بن عبد الله بن يوسف العبيسي. سمي ونعم. ياسر. ياسر بن عبد الله بن يوسف العبيسي. الموهبة الإنشاد والتقديم. إنشاد وتقديم. ما شاء الله. يلا سمعنا ونشوده. طيب. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له حاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. الله عليك يا ياسر، بس أنا اللهم صل وسلم على رسول الله. تمام؟ أنت خانتك الطبقة صح؟ مصطفى مصطفى أباك تقولها كذا، بهذه الطبقة قول معايا. أيوة. وديها لحنا. يلا واحد اثنين ثلاثة. مصطفى مصطفى يا سلام. منبع للصفا، الله. سيد الأنبياء، مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له حاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه. لا خلاص بس عشان الله الله الله. يعني شفت كيف لما اديتها بطبقه حلوه ما شاء الله بدعت. لا انا قلت لك قبل شوي يا عبد الرحمن، انا قبل شوي قلت لك، قلت لك صير مدرس لغتي بدل المدرس البدنيه. لا هذا لغتي بالاناشيد والنصوص. خالد لا ندخل على خطوط بعض، رجاء. انت مهتم برياضيات. الواحد له تخصصه. ايه يعني معلش يا استاذ وكيل، انا واجبي وكيل مو وكيل. استاذ وكيل، استاذ لغه عربيه معلش. أنا واجبي أساعد الطالب في أي حاجة. حله في البيت الواجب. طيب. طيب يا موهبة؟ أستاذ ياسر، إيش موهبتك ما شاء الله تبارك الله غير الإنشاد؟ التقديم. التقديم. ورينا التقديم. كد جربت لك تجربة في التقديم؟ إيه بس خاص ما في الحواري مثلاً. إيه. بس أرفع المايك أو شيء، أنت مقدم فأكيد طيب. المايك هيكون معك كذا. إيه موهبة التقديم. نعم. أقدم لك يعني ولا؟ لا قدم لي بهالطبقة. لا يا استاذ لغة عربية. لا يصلح. لا يصلح. تفضل قدم لي أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في تصفيات برنامج قرار فصل الذي يعرض على قناة ماسة الفضائية، إحدى شبكة قنوات المجد. حلوة وجذابة. دقيقة هو كمل أنا بقرأ. بس طيب نتعرف اليوم على الأستاذ ياسر عباس. حياك الله أستاذ ياسر. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. من وين استاذ ياسر؟ من السعوديه. من السعوديه؟ لا 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 استاذ الرحمن حياك الله. يا مرحبا. حياك الله حبيبي ياسر. شو اخبارك؟ اموركم زينه؟ يا مرحبا استاذ خالد. حياك الله. يا هلا ومرحبا. لعلك تروح على فصلك يا حبيبي. خلاص عصب وكيل. عصب. لا ما عصبت والله، مروق بس اني يعني انت عصبتها وقتها الخصم. انا على احد. شكرا لك حبيبي. مع السلامه. شد حيلك ياسر حبيبي. المواهب أغلى قيمة، لبنة خض التحدي من أوسع أبواب العزيمة. أوسع أبواب العزيمة. القادم أجمل والعروض كثيرة. يعني قد يكون لك يعني شأن. آخر نكتة سمعتها والله النكت كثيرة لكن أنا ما تحضرني إلا الحين. خليني أذكر لك من النكت الموجودة. يقول كان في واحد رايح مع زوجته، يوم أنه دخل البيت قال أنا ترى سيارتي خربانة. قال طيب إيش دخلني فيك، أنا سيارتي خربانة ولا لا؟ قالت عجبنا عشاء. قال أنا ما أدري. قالت أجل أنا ما أدري. فيعني ضحكوا العالم. قال يعني وش جاي دخلي، وش قاعد تسوون أنتم يعني؟ والله أنا نكتة في القصة هذه. أعطيك هي هذه نكتة في الموضوع. تبغى قصة طويلة؟ أعطيك نكتة هذه. معاكم ياسر بن عبد الله العبيسي، العمر 21 سنة، الموهبة الإنشاد والتقديم التلفزيوني. هدفي في المشاركة في البرنامج أن أكون يعني أبرز موهبة الإنشاد عندي في البرنامج، وأن أكون مقدم يوما من الأيام، وأن أحقق النجاحات والأهداف اللي أنا أبغاها، وهو هدفي أن أشارك في برنامج واقعي. ردة فعلي كانت جميلة من الفرحة، بغى الجوال بغى ينكسر. لأن كانت يعني كنت أنتظر هذا
هذا الرد من قديم يعني، لان قدمت انا اكون صادق معك على برامج كثيره مو برنامج يعني، قدمت على في المجد برامج 25 وبرامج قديمه، بس ما يعني ما ربي كتب لي قبول الا في قرار فصل يعني. والله شوف الموقف المحرج مواقف كثيره، لكن كنت سألني مره احد المدرسين في المدرسه، وانا كنت للامانه يعني مفهي ما كنت يعني معاه متواجد، فسألني سؤال. هو طبعا الدكتور يعني المدرس عندنا في المدرسه يحاول يشوف الطلاب اللي من اللي غير يعني متفاعلين معه، فانا كنت في هذاك الوقت يعني غير متفاعل، وكنت جاي يعني نمت متاخر وفيني نوم للامانه، فسألني سؤال فقلت ها وش تقول؟ قال حنا قاعدين نسال سؤال لنا ساعه وش قاعد تسوي انت؟ فقلت معليش واعتذر، وراح يعيد مره ثانيه وعدت عاد السؤال يعني بشوف يلفت نظري وانتباهي يشوف كيف هل انا مركز ولا. فهذه من الاشياء يعني اللي خلتني اكون يعني اكثر تركيز.